معيذر على الغرافة يستقبل الشمال في ملعب الخريطيات، بينما هنا كرة من الجهة اليسرى تلعب الكرة بهذه الطريقة، فرصة خطيرة ما زالت جول. جول الهدف الأول لعيال الديب في هذه اللحظات، هدف أول بطريقة أكثر من رائعة، تصويبة جميلة جدا، والهدف الأول من عمر هذه المباراة لصالح نادي السد على السد وعيال الديب. شوف الكرة كيف لعبت بهذه الطريقة، حضرت على المراوغة ثم الانطلاقة بهذه الطريقة، فرصة خطيرة، فرصة خطيرة، جول جول. الهدف الثاني لعيال الديب عن طريق رامي علي مسجل الهدف الأول، الذئب يظهر من جديد ويسجل الهدف الثاني. قبل لحظات ضيع فرصة خطيرة، لكن الآن موجود في المكان المناسب من رأسية مركزة. شوف الانطلاقة من الجهة اليسرى، شوف التمرير بهذه الطريقة، الرأسية موجودة. الحكم محمد إبراهيم تلعب الكرة بهذه الطريقة، فرصة، جول جول جول. الهدف الأول للنواخدة، يقلصون الفارق قبل نهاية الجولة الأولى، كان عندهم القدرة من أجل زيارة شباك جهاد هديب. شوف الكرة كيف لعبت، ارتمع